علم الباليانتولوجي هي ما يسمى بالفوسل. كلمة فوسل أو حفرية أو أحفورة أو مستحاتة، أهي كلمة فوسل. كلمة فوسل دي هي وحدة علم الباليانتولوجي، هي كلمة واحدة بالإنجليزي فوسل، ولكن تترجم في اللغة العربية حفرية وأحفورة ومستحاتة. السبب في ده كله إيه؟ إنه الفوسل للحصول عليها لابد dig the earth، لابد أن تحفر، لابد أن تقوم بعملية حفر للأرض عشان تستخرج الفوسل. وبالتالي لأنها يعني بيستخدم الحفر فيها فسميت حفرية. الجماعة بتوع الآثار بيعملوا الحكاية دي، بيحفروا الأرض عشان يطلعوا الآثار، فبيستخدموا كلمة حفريات. فبتوع الباليانتولوجيا بنسميها أحفورة. ولأنه لما بنيجي ندور على الأحفورة ما بنجيبش فاس ونعزق، ولكن ده احنا بنجيب فرشة وبنجيب شوكة، يعني بنجيب حاجات دقيقة، فاحنا ما بنعزقش، ولكن بنستحث في الأرض عشان نستخرج الفوسيلز، وبالتالي سموها مستحثات. طيب تعريفنا للحفرية ايه؟ اذا كان تعريفنا لعلم الباليانتولوجي هو study of ancient life، يبقى تعريفنا للحفرية ايه؟ تعريفنا للحفرية انها remains or traces. remains بقايا، وكلمة بقايا اللي بتدخل في التعريف كجزء رئيسي هي كل او جزء الكائن الحي. يعني انا عندي كائن حي، هذا الكائن يتحفر كله او يتحفر بعضه، فيبقى انا هنا بتعامل مع كل او جزء الكائن الحي. هذا الجزء من تعريف الحفرية يأتي تحت مظلة نسميها البادي فوسيلز، يعني الحفريات الجسم، يعني اللي بتشوف فيها كائن كامل أو جزء الكائن، ده ريمينز، يبقى دي بقايا. على الجانب الآخر الحفرية بتشمل تريسز، آثار الكائن الحي. طب آثار الكائن الحي دي نشوفها في صورة إيه؟ في صورة آثار أقدام الكائن الحي. بنشوف الديناصورات في كثير من الأماكن في العالم بيشوفوا آثار أقدام الديناصورات. نشوف حاجات كتير من النوع ده اللي هو ليس الكائن لا كله ولا بعضه، وإنما أثره أو أثر ما كان يعيش، وهنتكلم شوية أكتر عن هذا. هذه الآثار أو البقايا اللي هي remains or traces لازم عشان تكون حفرية لازم تكون لكائن حي، لازم يكون الشيء اللي أنا هشوفه في الجبل ده لازم يكون لكائن حي، ولازم يكون الكائن الحي قديم. احنا اشترطنا في علم الباليانتولوجي اللي هو دراسة الحياة القديمة، فالحفرية لابد أن تكون لكائن حي قديم. يبقى remains or traces of ancient of old organism. لازم الكائن البقايا اللي هتعامل معاها دي أو الآثار لازم تكون حفظت بطريقة طبيعية. يعني إيه؟ يعني ما تقوليش إن كائن اتحفظ في فريزر تلاجة يبقى فوسل، أو الموميا بتاعت الفراعنة اللي موجودة بتاعت توت عنخ آمون دي فوسل. لأ، ليه؟ لأن هي not naturally preserved ولكن preserved artificially. طيب ولازم يكون لها تركيب عضو محدد، يعني بمعنى أننا بنعتبر أنه البنزين اللي بنحطه في العربية في البنزينة ده بقايا لكائنات حية، ولكن لا نستطيع أن نميز فيها تركيب، وبالتالي البنزين على الرغم أننا عارفين أنه هو من مادة جاي من مادة عضوية، ولكن لا نستطيع أن نعتبره فصل. يبقى تعريف الحفرية
هي بقايا أو آثار لكائن حي قديم حفظ بطرق طبيعية وله تركيب عضوي محدد. هذه الحفرية اللي أنا عرفت حدود التعريف بتاعها وبقيت معارف هي إيه كونها، يعني في البداية حتة تاريخية شوية، كانت الناس قبل ما يبقى في علم باليانتولوجي وقبل ما الناس تتعرف على الفوسيلز كعلم وكذا، ما كانوا بيلاقوا البقايا بتاعة الكائنات الحية اللي بتعيش في البحار كأصداف المحار والقواقع وإلى آخره، موجودة في الجبال على بعد مئات وآلاف الكيلومترات من البحر. فدي جت هنا إزاي وكيف تكونت؟ فكانوا بيعزوها إلى أن ده الشياطين والعفاريت بالليل بيصاروا في الجبل مش لاقين حاجة يعملوها، فيعملوا الحاجات دي زي لعب أو حاجات من هذا القبيل. دي كانت تفسير. تفسير تاني إنه الفوسيلز دي البحر كان هنا ومشي لأن الجبل ارتفع، أو مشي لأن البحر انخفض، سي ليفل نزل، أو حصل سي ليفل فول، أو إنه حصل رايزنج للكونتيننت. أيا كان طبعا دي تفسيرات قديمة ليس لها أي أهمية دلوقتي، لأن احنا بقينا متأكدين إنه الفوسيل هي بقايا لكائنات حية كانت تعيش على الأرض في الأزمنة القديمة قبل 10,000 سنة وحتى نشأة الحياة على الأرض. هنا هنقول حاجة مهمة قوي، وهي إنه الحياة لما ظهرت قبل 3,500 مليون سنة في الأركيان في صورة كائنات ذات خلية واحدة دون نواة، يعني بكتيريا تعيش تحت الماء، تعيش في البحار والمحيطات، وليس لها أي مادة صلبة. أو طبعا الكلام ده استمر ما يقرب من 2 مليار سنة، لا يوجد أي حياة على الأرض إلا تلك التي توجد في قيعان المحيطات والبحار العميقة، وتتكون من الطحالب الخضراء البلو جرين ألجي الخضراء الزرقاء دي اللي بتعمل تمثيل ضوئي، أو البكتيريا. بدأ من 1500 مليون سنة من دلوقتي تكتسب الخلية اللي بدون نواة دي نواة، ويعمل لي أكريتارك، يعمل لي كائن ذو نواة. ثم أخذت تتعقد الحياة تدريجيا لغاية ما من 600 مليون أو 550 مليون أو 540 مليون اللي احنا بنحط خط عنده ونقول ده بداية الكامبري، بدأت الحياة تتعقد وتكتسب هيكل وتصبح لها بقايا. في الجزء من 3,500 وحتى 540 لم يكن للحياة أي أثر حفري، أي أثر متحفر، ولكن ظهرت الحفريات من بداية العصر الكامبري وحتى الآن اللي هي اللي بنقول عليه الفانيروزويك إيون أو زمان الحياة الظاهرة، وهي حياة ظاهرة بسبب إنها بدأت تتحفر. طيب كيف يتحول الكائن الحي اللي عايش على وجه الأرض ده إلى فوسيل، إلى حفرية؟ عشان يحصل التحول ده، الانتقال من كائن حي يدب على الأرض أيا كان بكتيريا أو إنسان، فأنت قدام مجموعة شروط لابد أن تتحقق. عشان يتحفر الكائن لابد أن يكون له جزء من الهيكل الصلب، يعني مادة هيكلية زي صدفة في المحار، زي عمود فقري في الإنسان، زي وهكذا. هذا الجدار الصلب هو أحد الشروط الأساسية اللي لازم الكائن الحي يكون متمتع بيها عشان يبقى له حفرية. طيب إذا ما كان لهش هيكل صلب بالتأكيد هيتحلل ويندثر، إلا في ظروف شديدة الندرة أن يحفظ شيء غير هيكلي أو ليس له هيكل كحفرية. طيب أنا عندي كائن حي له هيكل، هل هذا كافي أنه يتحفر؟ قال لك لا، ده لابد عشان يتحفر بالإضافة أنه يكون له هيكل صلب أن يدفن سريعا. يعني إيه يدفن سريعا؟ يعني دلوقتي أنا عندي الكائن أنا كإنسان أو
الكائنات اللي عايشة على الأرض الآن، لو الكائن من بعد ما مات لم يدفن، لم يعزل عن البكتيريا التعفن ويدخل في باطن الأرض، بالتأكيد ده هيتحلل تحلل كلي، وبالتالي لن يعزل. وبالتالي احنا بنلاقي انه من الكائنات اللي بتعيش على الأرض في اي لحظة زمنية من تاريخ الأرض ما يتحفر منها 2.5% من مجموع الأنواع اللي موجودة على سطح الأرض إلى 13%، والباقي من 87% إلى 97.5% دول بيروحوا إلى غير رجعة وما نعرفش عنهم أي حاجة ولا بنشوف لهم أي أثر. طيب، هذا الدفن السريع الكويك بيوريال هو متطلب أساسي لأن تحفظ، أن يحفظ الكائن أو أن يتحفر، ونشوفه احنا النهاردة بعد 500 مليون أو 100 مليون إلى آخره. هل دول بس كفاية؟ قلنا لا. طيب، أنت عندك الكائن الحي له هيكل صلب ودفن في 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 باطن الأرض وتعزل عن البكتيريا، طيب، ودفن في صخور شديدة المسميين، ساندستون، بورس، وبرمبول. هذا الساندستون اللي له بروزيتي وبرميبيليتي عالية، المية الاندر جراوند ووتر هيمشي في الطبقات ويغسلها ويتحلل الكائن الحي ولا يبقى لوحة أثر. اذا هنشترط ايضا انه بالاضافة لانه يكون له هيكل صلب ويدفن سريعا، ان يكون مدفون في نوعية من الصخور مناسبة، طفل ما يكونش له مسمية عالية، ارجليشا سلايمستون، يعني حاجة خليطة كده بتقفل المسام، وهكذا. طيب، ده الشروط اللي ممكن او اللي لابد ان تتوفر عشان ينتقل الكائن الحي الى الى حفرية. هنقول هنا بقى انه يمكن ان نرى الحفرية، انا عندي كائن حي هشوفه كحفرية في اي صورة، ممكن ان انا اشوفه في اكتر من صورة، اشوف الكائن الحي كأنه عايش بس من غير روح، يعني كائن كامل متكامل مكون من نسيجه وهيكله الصلب وكل شيء، لم يتحلل منه أي شيء. نموذج على الحكاية دي، احنا عندنا الحشرات اللي بتطير في الغابات اللي فيها الصمغ العربي، بيسيل الصمغ على جدران أو على سيقان الأشجار وهو سايح ووسايل، بالحشرات بتطير وتلزق في هذا الصمغ، طبعا هتعزل، هيفرز مزيد من الكهرمان او الانبر او المادة الصمغ العربي دي وتدفن الحشرة، وتبقى للحشرة من ازمنة جيولوجية كثيرة، نقدر نشوف حشرات من كل العصور الجيولوجية. عندنا الماموس بتاع سيبيريا، طبعا كلنا عارفين ان هذا الماموس فيل كان يعيش في سهول سيبيريا في الكواترنري في اثناء العصر الرابع، واحد كثير من او بعض من هذه الماموس او الافيال انزلقت ارجلها في التلج ودفنت في التلج طبعا، وبقيت في التلج من ذلك الوقت حتى الان، وبالتالي هي موجودة الى الان. ده نموذج لكائن كامل بشحمه ولحمه، نسيج وهيكل، لكن مش دية الحالة اللي بتوجد باستمرار، لأنه كثيرا ما يموت الكائن زي ما بنشوف عندنا في الفلاحين على الشواطئ الترع والكلام ده، الحيوانات بتموت ويرموها ويسيبوها لغاية ما ينهشوا اللحم بتاعها، فده كلها أنسجة تتحلل سواء بالطبيعة أو بالصنعة ويبقى الهيكل، بس الهيكل العظمي كما هو، فممكن أشوف الحفرية في صورة هيكل عظمي كما هو، ممكن المادة الهيكلية دي ما تبقاش كما هي مادة عظمية، ولكن يحدث إحلال بمعدن من المعادن، هذا المعدن من المعادن أشوف الحفرية بكل صفاتها بس مش عظم ولكن مادة معدنية، كاربونيزيشن، سيليسيفيكيشن، وهكذا،
يعني يدخل الكربون او السيليكا او مشاكل في مكان الخلايا الحية خلية بخلية وينتج لي حفرية، بس مش العظم ولكن شيء اخر غير العظم. ممكن انا ما اشوفش اي من هذه الاشياء، ولكن ممكن المادة المعدنية ما تدخلش ما تطلعش الخلية العظمية ولكن تملى الفراغات بتاع العظم. عارف العظم زي الشبكة كده، تدخل المادة المعدنية فتقوي وتعمل من العظمة بتاعة ديناصور أو عظمة حيوان ثدي مادة صلبة وتبقى كحفرية. كل دول يقعوا تحت كلمة remains اللي هي بيختص بدراستها البادي فوسيلز، دراسة الحفرية الجسدية اللي هي جزء من الكائن. لكن أنا اتكلمت على نوع آخر من الحفريات اسمه تريس فوسيلز، وهذه يبقى بادي فوسيلز خلاص، لكن في نوع تاني اسمه تريس فوسيلز. هذه التريس فوسيلز هي آثار الكائن، زي ما قلنا إن ممكن يكون آثار الكائن هي موضع أقدام الكائن الحي. الكوبرولايتس اللي هي المادة الإخراجية بتاع الحيوان، ممكن تبقى جر زي لحيوان، ممكن تريلز وتراكس وحاجات من هذا النوع. نطلق عليها علم كامل في الباليانتولوجي اسمه إيكانولوجي. الإيكانولوجي هو دراسة آثار الكائنات الحية، موضوع كبير جدا ومهمة جدا، هتكلم عنه لما نيجي نتكلم عن استخدامات علم الباليانتولوجي. هتكلم عن الإيكانولوجي أو التريس فوسيلز مرة ثانية. طيب يبقى دي صور الحفريات. طيب أنا عاوز أسمع، أتوقف كده و